المعيار الأخير في تحليل وتصميم التنشن ممبر هو السلندرنس ريشيو. اليوم محاضرتنا هي الثالثة في موضوع التنشن ممبر. أخذنا بالمحاضرات السابقة كيفية استخراج الأريا جروس من المانيوال والستيل بروبرتيز كذلك من المانيوال. من بعدها تعلمنا الأريا نت بعد ما تكون عندنا هولز بالكونكشنز أو ممكن تكون انترميديت هولز، يعني اكو حفر ممكن تكون على طول المنبر بسبب مثلا اكو ربط عندنا جانبي الى اخره. فراح نحسب؟ راح نحسب اريا نت المساحه الصافيه، وراح تكون هذه كريتيكال عند الكونكشن، والسترينث مالتها هي الاف يو الالتيميت سترينث للستيل. بعدها تكلمنا عن الاريا افكتيف، اريا افكتيف نحسبها لما يكون عندنا الربط جزئي في احد اجزاء المنبر، فنحسب اليو اما بطريقه الجدول او طريقه القانون واحد ناقص اكس بار على ال. بعدها تحدثنا عن موضوع الشير بلوك. الشير بلوك ظاهره تحدث ايضا بالكونكشن، راح يصير عندي اجهاد مركب من شير ستريس وتنشن ستريس، وراح نحسب من عنده من قانونيا ما هي مقاومه الكونكشن للشير بلوك عند المفاصل عفوا الكونكشن. الان المعيار الثالث هو السلندرنس ريشيو نسبه النحافه. التنشن منبر الاجهاد البي فقط وتنسايل، لكن اذا صار عندنا التنشن منبر طويل راح عندنا السيلف ويت يبدي ياثر بشكل سلبي، يعني نقول بالعامية سيتدلل المنبر، سيصير عندنا ساجينج. فهذا نقول باللغة الإنجليزية to prevent the local sagging of the tension member there is a maximum limitation to the length L of the member which depends on the minimum radius of gyration R. يقول بين هناك نسبة أو حد أقصى للطول، هذا الطول سوف يحدد بنسبة إلى رقم معين اللي هو سنة 300، أكو بعض الكودات كانت تأخذ 240، يعني حسب الكودات. الراديوس أوف جيريشن الأصغر هو اللي راح يأثر على الموضوع، يعني التنشن منبر ممكن يكون يصير ببندنج على الأكس، ممكن بندنج على الواي، أو أكو أشكال خاصة مثل الأل سكشن يكون بها بندنج على المينيموم دايركشن اللي هو نسميه زد. هذه طبعا ترجع الى موضوع المقاومه عفوا الميكانيك الهندسي بالصف الاول انجينيرنج ميكانكس، اخذنا موضوع المومنت اوف انيرشيا حول المحاور المايجر والماينر. المايجر الاساسي اللي هو اكبر مومنت اوف انيرشيا، والماينر هو اقل مومنت اوف انيرشيا. اكو اشكال هندسيه مثل الزاويه مثل الزد سكشن، هذه تمتلك يسموه برودكت مومنت اوف انيرشيا بي اكس واي لا يساوي صفر. فلما تكون عندك بي اكس واي لا يساوي صفر فمعناه هنالك زاويه معينه راح يكون بها المينيمم مومنت اوف انيرشيا، وزاويه عموديه على تلك الزاويه الاولى راح يكون عندنا الماكسيمم مومنت اوف انيرشيا. الان سميت المايجر وماينر، مايجر معناه اساسي والماينر ثانوي. راح ناخذ مثال. انا ليش هذا الشرح كله وربطته بالميكانيك الهندسي الصف الاول؟ لان قد واحد ما يربط الموضوع الى علاقه بحسابات المومنت اوف انيرشيا. فهسه راح ناخذ مثال مثل ال L shape for the previous example compute the maximum permissible length of the tension member. هذا عندنا L shape زاويه، من نروح الجدول البروبرتيز مال الزاويه راح نلقى ار اكس ار واي وار زد. يعني هذا غريب المقطع، يعني مو مثل الشانل، مو مثل الدبل وايد فلانج الستاندرد سكشن ام سكشن الى اخره، هذيك ما بيها زد دايركشن، فقط الزاويه اللي تمتلك زد دايركشن. لاحظوا بين الراديوس اوف جيريشن اللي هو العلاقه بالمومنت اوف انرشيا على الاكس وعلى الواي أرقامها تختلف عن الـ RZ، الـ RZ هو الأقل. إذن من هو الـ worst condition؟
الوست كونديشن هو الار زد. فاذا نجي نطبقه بالقانون ببساطه، نخلي ار زد يساوي 1.18 تايمز 300، الجواب 354 انش. احنا عاده الاطوال ما نعتمد الانج، لان الانج نقيس به دايمنشن مال المقطع، اطوال المنبرز او المنشن نقيسها بالقدم. ف 354 نقسمها على 12 يطلع الجواب 29.5 فيت. هذا ماكسيمم لينث حتى يشتغل التنشن منبر از تنشن منبر. لو نفرض زيدنا الطول عن هذا الحد ما راح يتحمل تنشن، راح يحتار بوزنه، المنبر راح يتدلى يصير حاله حال الكيبل. بس الكيبل مومنت اوف انيرشا مالته قليل، فمن نشده بين قطعتين يتدلى يراد. شو نسوي له؟ نسوي له بري تنشن، نشده حتى نلغي الساق، نلغي التدلي. فسلا اذا تنشن منبر عندي ما راحت هاي الليمت راح يتدلى، وبالنتيجه ما راح يشتغل از اتنشن منبر. اذا خلاصه الكلام، صار عندي ثلاثة معايير. هذه المعايير اليوم عندنا موضوع آخر، موضوع اسمه Design of Tension Member. حتى سوي ديزاين يجب أن أراعي الليميتيشنز الثلاثة. أشوف خلاصة محاضراتنا اليوم مع محاضرتنا هسة اللي هو Minimum Radius of Gyration. The design of a tension member required to select a section with adequate cross area and net area if the connection is bolted for the plate and part. For plate and bars the procedure is straightforward. إذا كان عندي مسألة plate وبارز الطريقة سهلة جدا، بأن أنت عندك قوة والأريا مجهولة، فتطلع من هاي القوة الأريا gross، وتطلع من نفس القوة الأريا net، وتسوي فد معادلات حتى تطلع الدايمنشن مال هذا البار والبليت. لكن but for the rolled sections a trial solution is suggested. لكن إذا كان عندي مقطع اللي هو أما I أو channel أو angle etc أو WT، إيش نحتاج trial؟ يعني نقترح مقطع، ثم شنو نقترح مقطع ثم نشيكه، إذا شيك نستمر نتحقق من هذا التشيك، ما تشيك نبدله صعودا أو نزولا. مثلا ما تشيك القوة كانت أكبر من تحمله، لازم نكبر المقطع. آسف طلاب، كان هذا التليفون مهم اضطريت أجاوبه. نرجع لمحاضرتنا. ف but for the rolled sections اللي هي قلنا أما الـ I أو الـ channel أو الـ angle أو الـ WT أو الـ WS أو الـ WM، عفوا WT أو الـ ST أو الـ MT. شنو WT ST MT؟ هذه أجزاء من I section. يعني إذا كان عندي وايد فلانج أقسمه إلى نصين يصير تيات اثنين، حرف ال I إذا تقسمه بالنص يصير عندك 2 T's، إذا عندك M section تقسمه بالنص يصير أيضا 2 T's، كذلك ال S. فالأصل شنو؟ إذا كان وايد والنص مالته راح يصير WT، إذا كان miscellaneous راح يصير MT، إذا كان ستاندرد يصير ST، وهكذا. أوكي، نرجع لموضوعنا. In both cases the following limitations for design is used. سواء كنت تصمم بار وبليت أو تصمم section،
فالخطوات الآتية، يعني أنت تخلي بنظر الاعتبار بأن الستريس is on gross area، راح تعطيك area gross أكبر أو تساوي PU على 0.9 FY. Stress is on effective area راح تعطيك area effective PU على 0.75 FU، والستندرنس ريشيو بتعطيك radius of gyration أكبر من L على 300. لاحظوا ثلاثة محددات من خلالها نقدر نطلع المساحة والشكل الهندسي. أوكي. راح ناخذ مثال. Attention bumper with a length L 5 feet and 9 inches must resist a service dead load of 18 kips and a service life load of 52 kips. Select a member with a rectangular cross section. Use A36 steel and assume a connection with one line of 7 to 8 inches diameter bolts. هذه هي المنطوق السؤال، خطوات الحل. خطوة أولى نستخرج البي ألتيميت، مطيني هو المركبات الديد لود واللايف لود، استعملت الفاكتورات طلعت 104 كيبس. من الليميتيشن الأول ستريس اون جروس اريا، ستريس اون جروس اريا طلعت area gross تساوي PU على 0.9 FY، فال PU 104.8.9 FY 3.23 in square، هاي معادلة رقم واحد. From stresses on net area، area net تساوي PU على 0.75 FU وتساوي 2.4 in square. لاحظوا هاي معادلة area net وهاي معادلة area gross، أحاول أوحدهن. نعم عندي علاقة تربط ما بين area net و area gross، اللي هي area net تساوي area gross minus NDT. فإذا أردت أني area gross أقول هي أكبر أو تساوي AN زائدا NDT، ومن عندها راح أستخرج المعادلة الثانية. هسه صارت المعادلتين اثنيناتهم يمثلن ال area gross. هاي المعادلتين طرق حلهن مختلفة، يعني مثلا يجي واحد يقول انا اجي اعوض المعادله الاولى بالثانيه واطلع الثكنس المطلوب، هذه ممكن بس مو دائما تفيدنا، هاي مو دائما تفيدنا هاي الحاله. يعني لو عندي بار ممكن استفاد من عدها، مثل هاي المساله هذا هنا بار اقدر استفاد من عدها، بس الطريقه الامثل احاول اطلع من المعادله الاولى فد ليمت للاريا، ومن المعادله الثانيه بتغير الثكنس اطلع ليمت ثاني، لأن مرات حسب الثكنس المتوفر راح تطلع المعادلة الثانية هي أخطر من المعادلة الأولى، أو بالعكس راح تطلع الأولى هي أخطر من الثانية، أخذ أيهما أخطر واستخرج من عنده الدامج. أما R minimum هذه راح نخليها آخر خطوة، بأن R minimum يجب أن تكون أكبر أو تساوي L على 300 وسا 0.23 inches. But for rectangular section، لكن للrectangular section ال R minimum يساوي 0.3 T. هذه منين جت 0.3 R minimum؟ احنا ندري ال R هي تحت الجذر I over area لل rectangular section، لان هذا البار هو المقطع مالت rectangular cross section. اوكي، فالمومنت اوف انيرش راح يصير BH تكعيب على 12 على BH، لكن هذا يعطيني ماكسيمم R max. المينيمم شاخذ اخذ B تكعيب H على 12 مقسوم على B في H، عفوا ال H هنا بالبار والبليت نعوض مكانها T، ف B تكعيب أو B تكعيب T على 12، عفوا T تكعيب في الويث W على 12 تقسيم، شوف غيرت الرموز، البار احنا دائما نقول thickness T والعرض W، فالمينيمم راديوس اوف جايريشن شي يصير، يصير تي تكعيب دبليو على 12 على الاريا مالت البار تي دبليو، دبليو مع الدبليو تشطب، تي تكعيب مع التي يصير عندك تي تربيع، فتحت الجذر تي تربيع على 12 تطلع 0.29 تي. احنا للبساطه الاغراض التصميميه حتى لا ننساها نقول بدل ما نقول 0.29 تي نقول 0.3 تي،
فمن هنا عرفنا الار مينيمم للريكتانجولر هي 0.3 تي. ذن من هاي المعادله نقدر نطلع تي مباشره، نقول 0.23 انش هذا المحدد مالتنا نساويه بالار مينيمم 0.3 تي، تطلع لي تي تساوي 0.75 انش. احنا اتفقنا بان الثيكنس دائما الرفعه الى اعلى ربع انش، فطلعت عندي الثيكنس ايش قد؟ 0.76، ما يصير يرجع 0.75، اعلى ربع شو يصير؟ 1 انش، تراي 1 انش. إذا الأريا جروس تساوي 2.41 بلس 1728 بلس 180 تساوي 3.41 انش، then W تساوي 3.41 انش. يجي واحد يقول ليش ما استعملت المعادلة الأولى؟ نرجع لها. ليش استعملت المعادلة الثانية ما استعملت المعادلة الأولى؟ المعادلة الأولى ثري الأريا جروس يجب أن تكون أكبر من 3 و23. المعادلة الثانية لما التي تساوي 1 يجب الأريا جروس تساوي أكبر من 2.41 زائدا 1 اللي هي 3.41، فالمعادلة الثانية تتطلب مساحة أكبر من المعادلة الأولى. لهذا السبب سوينا اعتمدنا المعادلة الأولى، فالـ W يساوي 3.41 إنش، أيضا نكبرها إلى أقرب ربع، فش راح تصير؟ W تساوي 3.5، then the bar is 1 times 3.5 إنش. فلهذا السبب أنا قبل شوية قلت لكم بين الطريقة سهلة لما عندك بار، طريقة الحل بهذا الأسلوب. أوكي. مثال سنروح باتجاه الأصعب اللي هي الزاوية. It is required to design the tension member شلون الفيجر 1؟ وين الفيجر 1؟ هذا الفيجر 1، هذا التنشن ممبر which is resist a tensile load T dead 20 kips and T live 30 kips. select a single angle. دير بالك مرات اقول لك select single angle، مرات double angle، مرات double angle back to back face to face long leg back to back short leg back to back الى اخره. هاي المصطلحات اللي ترافق الزاويه، يعني إذا عندك زاوية فهي المصطلحات اللي مر ممكن تمر بي. The angle is made from steel A2 242 and the holes are for 7 to 8 inches diameter bolts. The member length is 24 feet. In branch A use equal legs. Branch B use unequal legs. Okay. يعني متساوي الساقين، زاوية متساوية الساقين وزاوية غير متساوية الساقين. بالجداول راح تشوفوها منعزلة، جداول متساوي الساقين تشوف الأرقام متساوية، غير متساوية عندك الليج اللونج ليج والشورت ليج. solution steel A 242 من المانيوال طلع ال FY وال FU مالته 50 ب 70. From gross area نطبق ال P ultimate TU 1.2 T dead إلى آخره على 72 kips. إذن area gross يجب أن تكون أكبر أو تساوي 72 على 0.9 FY 1.6 in square. From stresses on effective area، area effective يساوي 72 divided by 0.75 الـ FU 70 1.37. لاحظ هنا البولت بالرسم بالفيجر 1 موجود بأحد الأجزاء، يعني مو كل الأجزاء، فإذا يجب أن نعتمد شنو؟ نعتمد استخراج U اللي حالة 8 تنطبق عندنا، من عندها نطلع الـ Area Net Required 1.71 in square. Area Gross 1.71 plus 2 bolts، نرجع للرسم. احضر هنا عندي تنشن، اول سكشن 1 راح يصير بالبدايه هذه 2 بولتس هي اللي راح تتاثر
بالاريا افكتيف. Two ball 7 to 8 plus n. 1 over 8 times t. لو نقارن ما بين المعادلتين, area gross 1.6 must be greater than 1.6. المعادلة الثانية يقول area gross must be greater than 1.71 plus 2t. لاحظوا t variable يأثر على قيمة area gross, بس بنفس الوقت لو نقارن ما بين المعادلتين راح نشوف مهما كانت t حتى لو صفر فاريا جروس شبيهة راح تطلع من هاي المعادلة هي الكريتيكال. هاي مو على طول, هاي فقط هاي المسألة اللي أمامنا, فقط هاي المسألة اللي أمامنا طلعت اريا جروس المطلوبة من المعادلة الثانية دائما هي مسيطرة, بس الحالة العامة لا, ننظر إلى المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين, معادلة الاريا جروس من ستريسز اون اريا جروس ومعادلة الاريا جروس من الستريسز اون افكتيف اريا, كل مرة ناخذ ايهما اكبر بتغير قيمتي. اوكي, سلندرنس ريشيو يقول لك ار مينيمم يجد اكبر من ال اللي هو مطيها 24 قدم في 12 على 300 او 0.96 انش. هنا راح نعتمد جدول سواء كانت زوايا او كانت وايد فلانج الى اخره. من نروح الى جدول الانجلز راح نلقى اقل سمك ومقدار الثمن, نعوض بالمعادله رقم 2 ثمن راح تطلع اريا جروس ريكوايرد 1.96. من نبحث بجدول السنجل انجل الموجود عندنا بالمانيوال ما راح نلقى مقطع السمك مالته ثمن يمتلك اريا اكبر من 1.96, فاذا لا يوجد, حطيت خط 3 على 16 أيضاً أروح أعوضها بالمعادلة اللي هي كنترول, يا هي الكنترول مسألتنا الكنترول هي رقم 2 تطلع لي 2.09. أيضاً من أبحث بالمانيوال من الأسفل إلى الأعلى من نهاية جدول الأنجلز وصعوداً, هاي آلية البحث للزوايا, نروح من نهاية الجدول ونصعد لي فوق فطلع شنو, ما عندي مقطع, كذلك الربع ما عندي مقطع, إلى أن أصل إلى 5 على 16. إذن الثيكنس أبدأ بالتدريج من أقل ثيكنس. أوكي, فالثيكنس 5 على 16 الأريا required 2.34. من أبحث راح ألقى L 4 في 4 في 5 على 16, الأريا gross provided 2.40, هذا الأريا gross provided. الR minimum نطبق القانون مع الR minimum طلع 0.981. هذه منين؟ من الجدول L 4 في 4 في 5 على 16, عندها RX عندها RY عندها RZ, أيهما أقل؟ RZ. جينا عوضناها قارناها بالليمت الثالث طلع أقل من الليمت الثالث, فش كتبنا عليها Not good. هذا المقطع تشيك Area Gross Area Net لكن ما تشيك السلندرنس ريشيو. شنو اللي أسويه؟ ما أغير هالمرة ثيكنس, أبقى على الخمسة على 16, أصعد للمقطع الأعلى 5 على 16 المرة, يعني مو على الأريا جروس. ليش؟ لأن 100% الأريا جروس راح تكون محققة لأن هي سبق وانحققت لما كانت 4 في 4 في 5 على 16 طلعت لي 2.4 المطلوب 2.34. فهسه لما أصعد مقطع أعلى أكيد الأريا راح تكون بعد أعلى, لكن راح أركز انتباهي على اليمن على الR مينيمم للزاوية إلى أن ألقى R minimum أكبر من 0.96. فلاحظوا إذا ما تشيك عندك R minimum شو تسوي؟ ثبت الثيكنس وتبحث عن R minimum أكبر من الليميتيشن. هذا سؤال مثالي ومتكامل للديزاين. إذا استعمل 5 في 5 في 5 على 16, هذا هو الأقل مقطع يتحمل المسألة مالك. هذه مثال آخر سلك WT. أوكي, تابعوا حل هذه المسألة, هذه مسألة بأحد السنين جايبهاني, تابع الحل الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت محاضرتنا اليوم وانتهى موضوع التنشن.